الوضع الطبي الراهن الذي يمر به الشمال السوري المحرر من نقص في التجهيزات الطبية أو مشاكل ودخول فصل الشتاء، أدى هذا إلى ظهور الأمراض التنفسية بشكل كبير وانتشاره عند سواء عند الأطفال أو عند الكبار. فقمنا نحن في الصيدلية المركزية في مدينة معرة مصريين بإطلاق مبادرة تتضمن إجراء جلسات إرذاذ مجانية سواء للأطفال أو للكبار. ونحن ملتزمون بتقديم الخدمات الخاصة بجلسات الإرذاذ حتى الشفاء التام للمريض القاصد الصيدلية، مع مراعاة إجراءات الوقاية لمنع انتقال العدوى من مريض إلى آخر.